حبايبي طلاب طلاب رابعه ابتدائي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هتكون اخر حصه معانا في كورس تاسيس منهج رابعه ابتدائي، عشان تخشوا منهج رابعه ابتدائي ان شاء الله وانتم جاهزين للتحدي والمنهج الجديد ان شاء الله، وباذن الله كلنا هنجيب النهايه في الرياضيات باذن الله. وتحيه لكل اولياء الامور بيتابعونا صفحتنا المتواضعه، صفحه رياضيات اونلاين وقناه دروس رياضيات ماس اونلاين. والنهارده هناخد اخر حصه ان شاء الله، هناخد فيها نتعرف على الكسور، ازاي نجمع الكسور، ازاي نطرح الكسور، ازاي نقارن بين الكسور، وازاي نرتب الكسور، ولازم ابدا يبقى جاهز للكسور. اول حاجه لما اجيب لك كسر واحد على ثلاثة، واحد على ايه؟ ثلاثة، او ممكن اقول عليه ايه؟ ثلث. اللي فوق ده بسميه البسط، اللي فوق بنسميه ايه؟ بنسميه البسط. الشرطه دي بسميها شرطه كسر، شرطه ايه؟ شرطه كسر. اللي تحت ده بسميه ايه؟ بسميه مقام. يبقى ابنك لازم يعرف البسط، المقام، شرطه كسر، يبقى لازم يتعرف على الكسر. الكسر هو عباره عن متكون من ايه؟ من بسط ومقام وشرطه كسر. تمام، حلو خالص، سهله جدا. طيب ازاي يقدر يقرا الكسور؟ لو قلت لك اقرا الكسر ده هتقول لي كده 1 على 2، او ممكن نقول عليه ايه؟ نص. 2 على 3، او قول عليها ثلثين. 1 على 4 ممكن نقول عليها ربع. 5 على 6 ممكن ايه؟ قول على 5 استاذ، بس هو عايز يقول 5 على 6 مفيش مشاكل. طيب ازاي اجمع الكسور؟ قال لي بص يا سيدي، الجمع سهل جدا وبسيط جدا جدا ان شاء الله. هنتعلمنا في سنه ثالثه نجمع الكسور لما تكون المقامات شبه بعض. لما تلاقي المقام شبه المقام في جمع الكسور او طرحها، ده شبه ده، اللي تحت شبه اللي تحت، روح واخد واحده من اللي تحت، ابنك واخد واحده من اللي تحت ويجمع اللي فوق عادي. 1 زائد 1 ادي لك 2، يبقى ثلث زائد ثلث ادينا ثلثين، او 2 على 3. اهو اللي تحت شبه اللي تحت، خد منهم واحده وبعد كده اجمع 2 زائد 1 الناتج 3، يبقى 3 على 5. طب في الطرح نفس النظام، لو المقام شبه المقام خد منهم واحده، هتقول 6 خد منهم واحده، و4 ناقص 2 الناتج هيكون 2، يبقى 2 على 6. تمام، يبقى بكل بساطه عرفنا ازاي نطرح الكسور ونجمعهم. طب دلوقتي هنقول مثلا المقام شبه المقام، خد منه واحده، و3 ناقص 1 الناتج هيكون ايه؟ هيكون 2. بكل بساطه اتعلمنا ازاي نجمع ونطرح الكسور لما يكون المقام شبه ايه؟ المقام. بيسهل على، طب لما المقام مختلف ان شاء الله ده هناخده في سنه رابعه باذن الله، وهنتعرف عليه في سنه رابعه خلال دروس سنه رابعه. تمام، لما يكون جمع او طرح للكسور والمقام شبه المقام بناخد منه واحده ونجمع ونطرح اللي فوق. طيب ازاي احط علامه اكبر منه واصغر منه واعرف مين الاكبر، الكسر ده ولا الكسر ده؟ قال لي سهله جدا، بص يا سيدي، الثلاثه شايفه من فوق شايفه الواحد، اضرب 3 في 1 ب 3 اكتبها فوق دي. الاثنين شايفه من فوق شايفه الاثنين، اضرب 2 في 2 ب 4. مين اكبر، الاربعه ولا الثلاثه؟ اكبر الاربعه، يبقى ده اكبر، يبقى 2 على 3 اكبر من النص. سهله صعبة؟ سهلة جدا. تعالى نفس النظام، اللي تحت شوف اللي فوق، الستة شايفة مين فوق؟ شايفة الواحد، يبقى ادينا ستة في واحد بستة. أربعة شايفة مين فوق؟ شايفة الخمسة، أربعة في خمسة بعشرين، يبقى مين الأكبر، الستة ولا العشرين؟ طبعا العشرين أكبر، يبقى الحالة دي خمسة على ستة بيكون أكبر من واحد على الأكبر. تعالى اللي بعدها، يلا الأربعة شايفة مين فوق؟ شايفة الواحد، أربعة في واحد بأربعة. الاثنين شايفة مين فوق؟ شايفة الاثنين، اثنين في اثنين بأربعة. مين أكبر، أربعة ولا أربعة؟ يبقى يساوي، يبقى اثنين على الأربعة بتساوي واحد على الاثنين متساويين. سهلة جدا وبسيطة جدا جدا إزاي نقدر نقارن بين الكسور. أنت بتسأل يا أستاذ عشان نخلص الحصة بسرعة عشان ما أطولش عليكم وتزهقوا. طيب آخر حاجة معانا نرتب الكسور تصاعدي، إحنا عرفنا تصاعدي يعني من أصغر للأكبر، تنازلي من الأكبر للأصغر. تمام؟ تمام. طب تصاعدي مين أصغر واحد في دول؟ بص يا سيدي، لو لقيت اللي تحت شبه بعضه شوف مين الصغير فوق، الصغير فوق صغير هو اصغر واحد. مين اصغر واحد، الواحد ولا خمسه ولا الثلاثه ولا السبعه واحده؟ اقول له خلاص يا استاذ ما سهله جدا، الواحد طبعا، يبقى واحد على تسعه ده اصغر واحد، واشطبه عشان ما تتلخبطش. بعد كده فصل، مين بعده، مين اصغر واحد، الخمسه ولا الثلاثه ولا السبعه؟ لا طبعا الثلاثه، يبقى بعدها الثلاثه على تسعه. تمام، روح شاطبه. بعد كده مين اصغر، الخمسه ولا السبعه؟ طبعا الخمسه، يبقى خمسه على تسعه. واخر حاجه سبعه على ايه؟ سبعه على تسعه. وكده احنا رتبنا الكسور ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير. وكده خلصنا كورس تاسيس منهج رابعه ابتدائي، كورس جميل وسهل ان شاء الله هياسس ابنك ان هو يخش جاهز منهج رابعه ابتدائي، او دي مراجعه سريعه اللي اخده في ثالثه ابتدائي عشان يجهز لرابعه ابتدائي والمنهج رابعه ابتدائي يكون مؤهل ليه، لان ده هياخده هو هو بس الفرق هيزيد عليه بعض الحاجات، فلازم يكون متاسس كويس. وكده خلصنا الحصه بتاعتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعلق بتام عشان نوصلك كل الفيديوهات، واستنونا منهج رابعه ابتدائي ان شاء الله الجديد 2022 2023 على صفحه رياضيات اونلاين وعلى قناه دروس رياضيات ماس اونلاين. ان شاء الله هنكون موجودين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب باذن الله، وما تنسوش تشتركوا في قناه التليجرام الخاصه بصفحه رياضيات اونلاين. كل اللي عليك هتخش على الصفحه تطلع فوق هتلاقي زر الازرق، اضغط عليه حولك مباشره لقناه التليجرام. واشوفكم على خير ان شاء الله في تحدي جديد في الرياضيات، وهنقفل مع بعض الرياضيات ان شاء الله منهج رابعه ابتدائي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.